اهلا ومرحبا بكم في قناة قناعات مع شيديا. اليوم باش نعملو خبز. الخبز هذا هو اللي نعملو به الشاورما، ونجمو نعملو به برش حاجات، يعني نعملو به الفتوش هذيك في سوريا وشي. هو خبز بنين برش خاطر ما يحتويش على الداخل نتاعو، ما فماش كلبابة هذيك. الخبز اللي يبدا ني مش طايب، كمية العجين تبدا نية مش طايب. الخبز هذايا يبدا معناها تحمر اكثر وطايب اكثر، ما فيش برشا بيبه، هذاك علاش صحي وبرشا سخته في رمضان. تنجم تعملو مختلف لي ساندويتش ولا المرافقات للحاجات الجارية. اذا شنو مكونات الخبز الشاورما هذا؟ عنا سميد اللي هنا عملت، فما اللي نعملو بالفرين، اما انا ديما المعجنات نتاعي نستعمل فيهم سميد. دونك هذا سميد ارتب، حطيت فيه الفرينة عفوا الخميرة الفورية، الخميرة الفورية هاي خليت منها شوية باش نوريكم. هذه الحبيبات في ساعه ما يتنفخ هكاكا، وعنا كمية من الملح، وعنا الفرينة شوية بركة، وعنا الماء، وعنا باش نحطو زادة شوية زيت زيتونة يمكن نص مغرفة. الفرينة الدنيا سخونة، نبدا بيه واحد ديما يعمل الخبز. ديما رمضان ما تعملوش كمية كبيرة، تقعد لكم هكاك وبعد تتلوح. كل نهارين ثلاثة نوعو، سخطو الناس اللي ما تحبش الخبز الشارع هذيك، ولا احنا لهنا في البلدان الأوروبية نخافو اللي مع خبز فيه الدهن متاع الخنزير. دونك من اتقى له وجعل له مخرجا، ما سهلش كان من خبز كي تعمل في الدار. دونك هذه هي المكونات، باش نصب عليهم الماء ونرحيهم انا بالوقت نرحيهم عفوا ونعجنوهم بالماكينه، وبعد هيك نتلاقاو باش نوريكم كيفاش باش نعملوهم. دونك انا باش نعجنوهم بالماكينه ولا بيديكم باللي عندكم، على الاقل دارجين من زمان، بعد باش نحطوهم يخمروا ساعة من زمان وبعد نتلقاو. توا الخبز نتاعنا اخمر، العجينة نتاعنا اخمر، نحطو شوية فرينة نعاودوش نعجنو هرا. وباش نعملو جيست عملت باش نعمل الفورما، باش نعملو توا العجينة نحطوها هكا. ناخذو طبق هكا خدمة تكون اسهل، ونعرفو احنا كي نعملو الخبز ياسر الدنيا معناها تتبلبز وياسر تدخل بعضها الكوجينة فيرينا تير كل شيء. دونك تاخذو ان بلون تخدمو فيه، تحضروا الحاجات اللي محتاجينها للعجينه. دونك السكينه باش نقصو بيها، واللي عنده ذيك البروفيسيونيل نتاع الخدمه نتاع العجينه باهيه. شويه فرينه وبلون كبير باش تخدم فيه، ونفس الوقت تحط العجينه ترتاح فيه هكا، ما تمسخش برشا حوايج. سورتو الخبز هذايا يحب يتحل العجينه برشا، ما تمسخش برشا اماكن في الكوجينه. نعرفو في رمضان الدنيا سخونه، الكوجينه سخونه، المراه تاعبه، ما هي لا بشر، هذيك علاش نكون العديد منا يحبذ باش يشري الخبز من الشارع. روحنا لهنا باش نحبو فيكم الحاجات هذوما. دونك انت كي تنظم روحك الحاجات فيت في معناها في ساعه في ساعه نعملو الحاجات. عملنا خبزاتنا، توا باش نبداو. عملنا بعد ما كملناهم الخبزات نتاعنا ها هما، حطينا شوفوا الفارينة، باش نبداو نخدمو بالوحدة بالوحدة. خبز سامحوني كيما تشوفوا توا الخبز عملناهم، عملنا الخبزات نتاعنا تشوفوا، معناها عملنا شكل متوسط شكل صغير،
وحطينا فرشناهم عليهم الفرينه باش ما يلصقوش، وحطينا فوقهم شويه فرينه ونخليوهم كيك ما نخليهمش يخمروا، خليهم كيك. نقول انا الوقت اللي يسخن الفرن تاعكم معناه ماكسيموم ربع ساعه، ماكسيموم ديني سخونه ماكسيموم ربع ساعه. ونوريكم كيفاش باش نطيبوهم. دونك انا باش نوريكم زوج طرق باش نطيبوهم عليهم. ريتوهم شنو حطيت من اللوطه، هذيك الشوايه، شوايه هيك عندي شوايه اينوكس انا حطيتها وباش نطيب عليها، وباش فما طريقه اخرى زاده تنوريه لكم بعد. كما تراو هذه الخبز غادي على قلت الشوايه هذيك، معناها شوايه نطلعهم العاديه انا حليتها في اثنين وحطيتها ماهيش الشوايه نتاع الفرن، ونشوفوا كيفاش الطريقه هذيك. مر الخبز من الشيرة هكا عندي غي غادي نطيبو في الخبز طابونات تونسي. احنا تاخذوا الوحدة وتقلبوهم بالشكل نتاع جمح ليه. اوكي هذه الطريقة الاولى، باش نوريكم طريقة ثانية سوبر هذه الناس ما تفهميش بالكدا. هي سهلة برشا، تاخذوا الطبق طبق الكوشة عادي وتحطوا فيه الخبزات نتاعكم. من المستحسن انا نسيت ما عملتهاش خاطر كنت عامله هذيكم الخبز هذا، تحطوه يسخن شويه وبعد تحطوا الخبزه نتاعكم. دونك هذه طريقه اسهل انا باش نسهل. هي سهله برشا، تاخذوا الطبق طبق الكوشه عادي وتحطوا فيه الخبزات نتاعكم. من المستحسن انا نسيت ما عملتهاش خاطر كنت عامله هذيكم الخبز هذا، تحطوه يسخن شويه وبعد تحطوا الخبزه نتاعكم. دونك هذه طريقه اسهل انا باش نسهل. توا الخبز نتاعنا طاب وقعد برد، شوفوا كيفاش. هذا هو خبز الشاورما كيفاش يجي، ما يجيش طيب برشا كيما الخبز الاخر. شوفوا محلاه الخطوط اللي عطاهم، قلت حطيتو على الشوايه نشوي فيها اللحم العاديه. تحبوا انت ولا معناها محمر برشا، تحبوا كيما هذا كيما هذا مثلا، خليتو شويه كيما تحب. شوفوا ها هما الخبزات نتاعنا الكل منفوخين. شوفوا هذايا كي تنحى من داخل، نجربو مع بعضنا واحدة. نجربو قلنا هذا خبز الشاورما. نوريكم كيفاش من داخل قدامكم. أبن والله حتى من اللي يبيعوا فيه من برا مرة تلقاه مكبد من داخل، معناه مش طيب. شفتوا ما فيش برشا بيبة، هذاك علاش صغار والكبار يحبوه. وهذايا مثلا في لبنان ولا في سوريا البيبة كيما هذه مثلا اللي تتكسر هذيك يعملوها بها مرقة، يعملوها بالعدس ويحطوها فيها تجي بنينة. على الاخر مرة جربتها محليش كلا منها، علمت هلي واحدة فلسطينية صاحبتي كانت فلسطينية علمت هلي ما بنش كلا منها مرقة كيما احنا مرقة الخضرة متاع العدس كيمنا هذيك، ويحطوا فيها الخبز هذايا معناها الجريوش متاع هذيك بنينة مش غير عادية. دونك هذا هو الخبز متاعنا كيما تشوفوا، هذا هو خبز الشاورما. ان شاء الله نكون فاتكم، ان شاء الله كنا عملتكم اضافه في معلوماتكم. نتقابلوا على خير وعشركم مبروكه بجاه نبي. نبي.